ايوه خلنا برا يلا يا شباب. كان زمان السلام عليكم فرحان هذه وقفة تجمع كل ألوان الطيف السياسي، الطيف الاجتماعي في السودان. هذه وقفة فيها الصحفيون السودانيون الذين هرعوا إلى هذا المكان ليعبروا عن هذا الموقف، ليعبروا عن رفضهم للاغتيال حجبا للحقيقة. وهذه وقفة فيها سياسيين تمثل أحزاب سياسية، تمثل مقومات اجتماعية، عناصر اجتماعية أهلية وصوفية وغير ذلك. كل الشعب السوداني في هذه الوقفة ليقولوا إن الاغتيال لن يغطي الحقيقة. الحقيقة ستظل ساطعة، الحقيقة ستظل مضيئة، وإن الروح التي ذهبت إلى بارئها اليوم، روح شيرين، ستشعل في هذه الأمة روحا جديدة للمقاومة. نعم، يعني هو مسلسل يعني مستمر من الشهداء الذين يعطرون دائما بلاط صاحبة الجلالة الصحافة بمثل هذه التضحيات، وإثبات لأن الصحافة بكل أنواعها والإعلام بكل أنواعه هو ليس مجرد وظيفة، هو ليس مجرد امتهان لمهنة محددة، هي رسالة. في النهاية قد يكون ثمن هذه الرسالة دماء الذين يقدمون هذه الرسالة، وبالتأكيد هذه الرسالة هي رسالة غالية جدا، لأن في النهاية هي التي تنتج التغيير على مستوى العالم. الآن العالم كله يدار بالإعلام. الإعلام هو ليس مجرد نصوص وليس مجرد صور، هو عبارة عن سلطة حاكمة لعالم اليوم. كل ما تقدمت التكنولوجيا، كل ما ازداد قوة وتأثير الإعلام، وهذه الدماء التي تسيل هي تؤكد في النهاية أن هذه السلطة في النهاية هي سلطة تراعي القيم الأخلاقية التي يجب أن يبنى عليها العالم. الشهيدة التي قدمت الآن دماءها في هذا التوقيت الحرج جدا الذي يعني تعاني فيه الأمة العربية من كثير من المعضلات، هي أكدت في ذلك أن الإعلام هو ليس مجرد صورة أو كلمة، هو ممارسة حقيقية على الأرض تقدم المثال الذي يمكن أن يحتذى من جانب الجميع، ويمكن أن يقدم التضحية التي بعد ذلك تصبح في النهاية هي هادي ومشعل للشعوب، كل الشعوب الإنسانية. يعني فجع الضمير العالمي والضمير الإنساني بهذه الجريمة المنكرة الشنيعة، اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وهو يعني إسكات للحق وكلمة الحق وتحقيق العدالة. ومهما مارس الشموليون والباطشون من أعمال عنف وبطش لإسكات الكلمة والحقيقة، فإن في النهاية الشعوب هي المنتصرة بعون الله وإرادة الشعب. وللغرابة الغرابة الشديدة أن الشمولية الاستبداد ملة واحدة مهما تعددت أشكاله.